إذا أعرف إنه هو سيمي بيرميبل ممبرين، إذا راح يسمح ب types of particles to pass through it، راح يسمح الجزيء معين من الجزيئات للنفاذ من خلاله هو يمنع الجزيئات الأخرى. الخلايا عادة الخلايا الموجودة تحتوي على سائل fluids aqueous fluid okay اللي هو محلول مائي made of dissolved compound، أكيد إنه هذا المحلول مصنوع من عدد من المواد المذابة. This fluid has an osmotic pressure determined by concentration of dissolved molecule. الجزيئات أو الأيونات المذابة في داخل كرية الدم الحمراء هذا يعطينا تركيز. التركيز أيضا راح يعتمد لي على الضغط الأزموزي، لأن الخلية هي مو وحدها موجودة، أكيد موجودة في سائل آخر، هذا السائل يسوي لي الأزموزز. الأزموزز occurs when a red blood cells is placed in water. عادة عملية التناضح احنا دائما قلنا من بداية ما أخذنا مادة الكيمياء، قلنا احنا دائما بالبداية ندرس الكيمياء أساس الكيميائي، بعدين نشوفها تطبيقاتها في داخل جسم الإنسان أو بيش يستفاد منها كطبيب، لأن أنا مو كيميائي أو فيزيائي أو حتى أشرح عن عملية التناضح بالمختبر، لا، أنا اللي يهمني بعملية التناضح اللي تفيدني في داخل جسم الإنسان أو الشغلات الطبية. فأوزموزيز أكرز بالنسبة للخلايا كريات الدم الحمراء عندما توضع في داخل الماء. إيش راح أتوقع؟ إيش راح أتوقع؟ The solution inside the cell is hypertonic. إحنا ليش حاولت أن أعطيكم الهايبرتونيك والايزوتونيك والهايبوتونيك بديش المحاضرة حتى تعرفوها، حتى تقروها، حتى تستوعبون شنو إيش راح يصير؟ عندي أني إذا من هايبرتونيك، إذا شنو compared، لازم عندما نتحدد هايبرتونيك compared to pure water. Then the solution is that the cell is hypertonic compared to pure water. Then بينما المحلول الخارجي أسميه hypotonic بالنسبة للسوليوشن inside the cell. Okay. فإحنا من نقول hypertonic or isotonic or hypotonic لازم نحدد بالمقارنة لشنو. Okay. فعندي inside the cell بالضبط انتفق بالضبط. The solution inside the cell is hypertonic compared to the pure water. So water enter the cell. لذلك راح نلاحظ انه الماء تدخل الى داخل الخلية. So much water enters that the cell is ruptured. راح تبقى عملية دخول الماء الى داخل كرية الدم الحمراء الى ان يصير انفجار ruptured. Okay, تنفجر. The rupture of red blood cells in the way is called hemolysis. هذا شو اسميه؟ هذا اسميه عملية التحلل. We said that the cells are homolyzed. نقول بأن الخلايا تحللت. إذن العملية اسميها hemolysis، بينما الخلايا اسميها homolyzed. إذن الهيموليسيس تحدث عندما red blood cells it's put inside water. Okay. الأوزموزيز also occurs، هاي الحالة الأولى. الحالة الأولى بالريد بلاد سيلز بالحالة الاعتيادية هو تكون equilibrium. Okay. لكن إذا وضعنا الريد بلاد سيلز بالواتر راح يصير هيموليسيس. الحالة الثانية واللي تمنع أيضا الأوزموزيز also occurs when a red blood cells is placed in a concentrated saline اللي هو المغذي. اوكي اللي هو صوديوم كلورايد سولوشن. الحاله الثانيه اخذت الريد بلاد سيلز وين خليتها؟ واني اشيلها واخليها بداخل السوليوشن لو شلون اوكي. But in this case فكروا بيها. But in this case the solution inside the cells is hypotonic compared to the saline solution. بهذه الحاله a solution في داخل the red blood cells is hypo okay hypo compared بالمقارنة the saline solutions and osmosis occurring in reverse direction. بهذه الحالة عملية الأزموزيس تحدث باتجاه معاكس. ليش؟ لأن تركيز السولفنت inside the red cells or
or the fluid solution بالخلية سوري خلية الماء نلاحظ انه التركيز معاصر. اذا water leaves the cell and passes into the solution. This case is the red blood cells شو اسميهم to shrivel and shrink. بهذه الحالة الريد بلاد لاحظ نتوقع انه shrivels and shrink تتقلص. This process is creations عملية التقلص creations. إذا هسه عندي ريد بلاد سيلز خلينا نشوفها أكثر أوضح. لاحظ creations and hemolysis هاي دائما تجيك تعاريف creations والهيموليسيس. الهيموليسيس هي عملية التحلل، الهيمولايز هي الخليه المتحلله. اوكي فعندي بالحاله الاولى لاحظ عندي الهاي سوليوت كونسنتريشن وعندي اللو سوليوت كونسنتريشن. هذه الحاله عندي الووتر تركيزه اقل. فاحنا مثل ما بالنسبه اذا اخذنا للسوليوت اذا اخذنا بالنسبه للسوليوت لاحظ كرييشن هذه الحاله كرييشن راح عملية التقلص تتقلص وبعدين تنكمش. أما في الحالة الثانية اللي هي بي اللي هي تتحلل عملية الماء لاحظ عملية الماء هنا ليش هاي هنا أخذ بالنسبة للسوليوت إحنا أخذنا بالنسبة للسولفنت. لازم نعرف بأن الأزموزيس أكرز بالهوموليسيز لو هاي الأكرز من low solute concentration to high solute concentration أو أقدر أقولها بتعبير آخر from high solvent. أكيد إنه الخارجي هي high solvent high solvent concentration to low solvent concentration اللي هو داخل الخلية solvent تركيزه أقل. إذن هاي عملية الهيموليسيس. بالحالة الثانية عندي عملية creations solvent هو هنا بما انه لو سوليوت اذا السولفنت هو انسايد ذا سيلز في داخل الخليه هو هاي سولفنت كونسنتريشن اور لو سوليوت كونسنتريشن. اذا اتوقع الماء راح يطلع الى الخارج او السولفنت الى الخارج فيؤدي الى عمليه لكرييشن. اوكي نقطه كلش مهمه انا لازم اعرفها اللي هي شنو 0.95% saline solution is isotonic. Is it shino? Then 0.95% saline solution is isotonic compared to the solution inside red blood cells. Consequently, red blood cells placed in such a solution undergo neither creations nor hemolysis. Okay. احنا شنو من قلنا سألت سؤال بالشرح قلت انه ليش شلون راح اخلي السلاين شلون اخلي الريد بلاد سيل داخل السلاين لو شلون عادة المغذي نسبة التركيز مالته صوديوم سوليوشن هو 0.95%. اوكي لازم اي فلويد داخل انسايد ذا بودي من أدخله داخل جسم الإنسان لازم يكون إيزوتونيك. لازم شي يكون إيزوتونيك. ليش؟ لازم يكون إيزوتونيك حتى نمنع من عملية كرييشن نور هيموليسيس. طلاب تلاحظون أنا شوية مدى أترجم هواية عربي لأن أنا ألاحظ أنتم كلها محاضراتكم تترجموها بالعربي وهذا شي غلط. إذا تظل تترجم بالعربي أبد ما راح تحفظ بالإنجليزي. حتى أنا أشوف الطلاب كاتبين فوق الانجليزي كله عربي ما يصير هيجي. بس الكلمه اللي تقص عليك اكتبها بالعربي وعلى صفحه مو فوقها يعني بنهايه الدفتر بنهايه المحاضره يعني باسفل المحاضره. ليش؟ حتى تتعلم شويه شويه على المصطلحات. اوكي حتى شويه شويه تدرب نفسك حتى تهيئ نفسك للامتحان للكويز لان عندك اورال وعندك كتابه فلازم شويه شويه لا تضل على العربي. اوكي فاحنا دائما اي سوليوشن يدخل في داخل الجسم لازم يكون ايزوتونيك حتى نمنع من عمليه كرييشنز اور هيموليسيس انسايد ذا بودي. اوكي هسه تقول لي يلا دخل السيرفيشن وهيموليسيس يا عيني خليه يصير بس من يصير ايش راح يصير راح انت تموت او البيشنت يموت.
خلي يصير من يصير يموت. اوكي، ليش نقول ايزوتونيك؟ تتفجر كريات الدم الحمراء بالدماغ بلاي الجسم كله يموت، او يتقلص نفس الشيء يتحلل يعني تموت. اوكي، this is a very important practical reason for worrying about the osmotic pressure of the fluid inside red blood cells compared to that of the cell's environment. يقول لك هذه الحقيقة العلمية هي شغلة كلش مهمة ولازم نقلق عليها بالنسبة للضغط الأوزموزي في داخل خلايا كريات الدم الحمراء بالمقارنة مع السوائل المحيطة بالخلايا. أوكي؟ of the cell's environment. إذن هاي الحقيقة كلش لازم أحافظ عليها، لازم أحافظ على الايزوتونيك حتى أمنع. ليش ايزوتونيك؟ حتى أمنع من the creations or الهيموليسيس from occurring. Okay, the patients often must be fed intravenously. آها، تذكرون الشغلة اللي قلت لكم عليها لما نقدر نحكيها من هذا الشخص طب وكان يلعب بالسيلاني؟ هي هذه الأساس العلمي مالتها. Patients often must feed intravenously. Okay. عادة احنا تعرفون المرضى عن طريق الوريد نغذيهم اذا كانوا مرضى بطريقة الصوديوم solution. Okay. To prevent damage to their red blood cells, the concentration of the solution must be controlled. Okay. So that neither hemolysis nor creations occurs. إذا أنا من أحط المغذي للبيشنت أو المريض لازم أحافظ على مستوى معين، لا يكون تركيز هواية ولا قليل، بحيث أحافظ على الأيزوتونيك بروجرز. يعني شنو؟ أحافظ على التركيز في داخل كريات الدم الحمراء والمحيط للداخل. Therefore the concentration of the solution must match closely the concentration of all of the particles within the red blood cells. إذا الفلويد عادة تدخل في داخل الجسم دائما يكون concentration مقارب لتركيز الخلايا والجزيئات الموجودة بالred blood cells. ليش؟ in other words, بمعنى آخر أو بكلمات أخرى, the solution to be given a patient intravenously must be isotonic with the blood. إذن بعبارة أخرى إنه أي solution يجب للpatient يجب أن يكون isotonic بالنسبة للred blood cell. Okay, أو أسميه blood. Okay, إذن in the other words, any solution to be given a patient intravenously must be isotonic with the blood. Okay, هاي نقطة كلش مهمة. There is okay, هيا okay. In other words, okay. لاحظ هسه هاي هي الصورة قلنا بالبداية شفناها بداية المحاضرة شفناها هسه شفناها أتصور صارت الصورة واضحة بالنسبة لكم. واضحة لو مو واضحة؟ واضحة لو مو واضحة؟ نعم. واضحة لو مو واضحة؟ نعم دكتورة، بالجات يكتبون واضح. أوكي، أكو طالب يقدر يشرح لي؟ تقدر تفتح المايك الطالب يشرح لي عادي، بس يسوي raise hand. أنا أوكي، من يخلي أحد يرفع إيده؟ عضيد موجود لو ماكو؟ عضيد ارفع إيدك حتى تشرح لنا شوية. ماكو طالب؟ أوكي، طالبة. طبعاً طالب هو مؤنث ومذكر، يعني إحنا ما نقصد به. أوكي. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمك ماما حتى يتعرفون الطلاب. أنا طالب أسامة محمد. اسمك ماما؟ أسامة محمد. أسامة محمد. أيوة ماما. لا. اشرح لي. بالنسبة للمحلول الأول السوليوشن اللي على اليسار. هذا اللي أشرت عليه هذا؟ وين ماكل هاي الجسمة؟ مؤشر ما موجود. إيه هذا؟ نعم. هذا يكون محلول متعادل. نعم. شو تلاحظ؟ شلون عرفت إنه متعادل؟ على أي أساس؟ على أساس إنه الكريات الدم الحمراء بشكلها الطبيعي.
شكلها طبيعي افيكولي زينه. طبعا هاي الصوره تحت المجهر كريات الدم الحمراء. اوكي الصوره الثانيه اللي بالنص يكون التركيز المحلول يكون تركيز المحلول عالي بالنسبه لتركيز المحلول داخل الخليه، لهذا يحصل الانكماش او البلزمه. اوكي اوكي اذا اسميها هذه العمليه عندي. انت هسه اخذت بالنسبه للمحلول، اذا المحلول outside red blood cells is higher concentration than its concentration inside red blood cells، صح لو لا؟ نعم. لذلك انكمشت. ليش؟ لان السولفنت. ليش انكمش؟ لان السولفنت، خلي نقول بالسولفنت، من تطلع من تخرج كريات الدم سوري تخرج كريات الووتر، الووتر من داخل الخلية تخرج إلى الخارج، من تخرج إلى الخارج الحجم مالتها يقل وتنكمش. إذا أسميها هذه العملية شو أسميها؟ creations عملية الانكماش. أوكي أما الحالة الثالثة والأخيرة، الحالة الثالثة يكون تركيز المحلول concentration of the solution لا low. مو in solution أي اوكي يكون لو بالضبط، والتركيز داخل الخليه يكون عالي. إيه بمعنى اخر انه التركيز السولفنت، انت تحكي على السوليوت، انا هم اقابل السولفنت حتى يعرفون الطلاب هي نفس الشيء، انه السولفنت انسايد ريد بلاد سيلز هي اكثر من خارج الخليه. اذا هاي العمليه شو اسويها؟ راح تؤدي الى حدوث اوزموزز. الاوزموزز في هذه الحاله الدايركشن شلون راح يكون؟ من خارج الخليه نحو الداخل. بالضبط عافيه كل زين، من الخارج الى الداخل. اذا عمليه دخول كريات الدم جزيئات الماء الى داخل الخليه شو تسوي؟ انتفاخ او الهيمولوسيس. انتفاخ. اذا هذه العمليه شو اسميها؟ الهيمولوسيس. عافيه كل الزين. شكرا جزيلا. اذا طلبتوا استوعبتوا راح يشوفون هذا المثال. لاحظ الكونديشن نفس الشيء، لاحظ اتجاه الخليه، لاحظ الجزيئات بالنسبه للماء. هذه بالحاله انه الحاله الاولى الهيموليسيس، لاحظ دخول جزيئات الماء الى داخل ريد بلاد سيلز. اما بالحاله الثانيه خروج جزيئات الماء الى خارج، راح نعمل كرييشنز. اما الايزوتونين اللي هي عاده دكتوره نعم دكتوره بس بعض الجات يقولون انه الصوره واقفه بس ثانيه يمي عاد تشتغل الصوره، فيجوز الخطا من يمها اللي هاي خليه يخرج ويرجع يدخل، لأن كل الشات يقول الصورة ماكو بس أنا الصورة يمي موجودة. إيه إذا الخلل وين هسه شو نسوي؟ الخلل يم الطلاب، يعني اللي إذا يم الخلل الطلاب يطلعون يدخلون. ارجعوا إذا يصير عندكم خلل خرجوا من المحاضرة وارجعوا ادخلوا للبرنامج. أوكي زين واضح هسه؟ هسه ان اريد ايضا هسه تساعدوني بهذه حل هذه شويه براكتس. عندنا هسه شرحنا الازموز وواحد من الطلاب شرح لي. اوكي فعندي ثلاث صور، عندي ثلاث صور موجوده ايضا ريد بلاد سيلز زين، وعندي لاحظ شكل ريد بلاد سيلز، عندي ثلاث تراكيز موجوده عندي 0.9% saline و 10% sodium chloride و distilling water. كل واحدة من هذه أريد مثلا هذا أي صورة يتبع، مثلا sodium chloride 10% المن يرجع لأي صورة، و distilling water المن يرجع، و saline المن يرجع. إذا أكو أحد من الطلبة أو تكتبوا لي بالشات عادي. سوري نعم 336 طالب، أكو طالب رفع إيده وأني ما شفته؟ طالب أو طالبة؟ إسراء شاكر. أوكي. يلا اسمك ماما ونسبي لي كل تركيز للصورة الموجودة قدامك. أوكي السلام عليكم دكتورة. نعم اسمك ماما؟ إسراء شاكر. إسراء شاكر. إيه ماما تركيب
تركيز 0.9% سايلاين أي صورة يتبع؟ 0.9 هو أعتقد أول وحدة تحت سوري وسط تحت أو تقدرين تقولين eyes نعم أي صورة؟ أعتقد آخر وحدة اللي هو hypotonic hypotonic و 10% من صوديوم كلورايد أول وحدة الايزوتونيك نعم والديستيلينج ووتر اللي هي بالوسط الهايبرتونيك نعم. اوكي شكرا جزيلا اسراء بعد اكو طالب او طالبه عضيد وين وينك ماما اليوم ما موجود بالمحاضره نايم يلا طالب او أمير. طالبه بعد امير هسه تقدر تفتح المايك امير أنا ما يبين عندي الأسماء الطلاب المرفوعة إيدهم ما أدري ليش by the way السلام عليكم دكتورة يلا السلام عليكم دكتورة يلا ماما السريع دكتورة نعم. طالب جاي يحكي يلا اسمك ماما السلام عليكم دكتورة أمير محمد ألو دكتورة طالب يحكي يقول أنا أمير محمد شنو الطالب يحكي خليه نسمعنا صوته دكتورة كل شيء مدى نسمع تسمعون أنا مدى أسمع شيء يجوز مسدود المايك يمه ده يحكي والمايك مسدود أمير محمد لا يحكي الدكتور أنا أسمع صوت أنا أسمع صوت أمير محمد أنا والله مدى أسمع صوته مدى أسمع صوته راح نشوف غير طالب يجوز الخطأ من يم أمير نعم دا اسمع صوت استكان شاي والله انتو ناس حبابين آه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالب عبد الرحمن محمد ناطق شعبة نون بالنسبة للتركيز 0.9% من السالين هو تتبع أول وحدة الايزوتونيك سوليوشن أول وحدة 0.9 نعم بالمئة ايزوتونيك سوليوشن وبالنسبة للديستيلد ووتر الماء المخفف نعم. راح تتبع الهايبوتونيك أي صورة الصورة الثالثة نعم والعشرة بالمئة من الـ NACL راح تتبع الصورة الثانية عافية كل زين عبد الرحمن قل لي عبد الرحمن عندك أخت اسمها بس ما ليش ما سمعت قرايبك لا يعني عمتي عمتي يسلم لي عليها الله يسلم الدكتورة أوكي فعلا عافية كل زين أنا حتى شفت اسمك بالشات متابع للمحاضرة وفعلا افتهمت كل زين إحنا حكينا الطلاب شكرا جزيلا لكم طلاب إحنا حكينا الطلاب قلنا الديستيلينج ووتر الديستيلينج ووتر إحنا بالحالة الاعتيادية آيزوتونيك لاحظ أنت باوع الصورة باوع الصورة انه هنا هو الشكل الاعتيادي فاحنا قلنا السايلاين لازم يكون 0.95% او مقارب له فانت من توضع سايلاين فانت ايزوتونيك حافظك الايزوتونيك اذا الصوره الاولى هي ايزوتونيك التركيز الاول تبع للصوره الاولى اللي هو ايزوتونيك ال 0.95 هو نفس تركيز ال 0.9% احنا قلنا اذا هسه نرجعها اذا نرجعها قلنا احنا عندنا 95% ركزنا عليها 0. هنا نلاحظ 0.95% saline solution is isotonic compared to the solution inside red blood cells inside red blood cells فاني شو اتوقع already ف isotonic فانت عندك 0.9 اذا لازم هذا يكون مطابق للصوره اوكي لازم يكون مطابق للصوره اذا ايزوتونيك نفس التركيز بينما 10% اكثر من صوديوم 10% لاحظ 10% اذا شو تتوقع هايبرتونيك رياكشنز راح يصير عمليه تقلص بينما ديستيلينج ووتر اكيد من اضعنا ديستيلينج ووتر لاحظ انتفاخ لاحظ جزيئات هذه الانتفاخ ألو دكتورة حسن قطع البث اي نعم
دكتورة تسمعيني؟ ألو دكتورة، الصوت ماكو. ألو. أي نعم دكتورة، هسه الصوت ماكو. أوكي، انقطع ورجعنا. لاحظوا هذه الصورة، عندنا animal cells و plant cells، اثنيناتهم تعاني نفس العمليات اللي هي عملية التحلل، الهايبوتونيك والايزوتونيك هايبرتونيك. حقيقة لفت انتباهي بالشات مناقشة كلش حلوة بين الطلاب، أحد قال cell wall إنه هي للنبات، والآخر قال اعترض على كلمة الممبرين هو بالنسبة للخلايا. فعلا كانت ملاحظة جدا دقيقة، والحقيقة الإجابات كانت علمية ومناقشة علمية كلش عجبتني. فعلا بالنسبة من نقول cell wall هو بالنسبة للplant cells، أوكي، وبالنسبة لنقول ممبرين إحنا دائما للanimal cell، فعندنا عملية التناضح هي بالنسبة تحدث في بالنسبة للحيوان وبالنسبة للنبات، واضح؟ فهذا الطالب اللي سأل حقيقة أنا مو كل يعني أتأمد في بعض الأحيان أن أتأخر بالإجابة، أريد شوف جواب الطالبة، لأن العلم عادة من يثبت بالدماغ هو المناقشة، أساس العلم هو النقاش. ففعلا أنه بالنسبة للجدار بالنسبة للplant cell نسميها وول، والممبرين بالنسبة لل بالنسبة لل للحيوان، أوكي. أيضا هذا بالمجهر الإلكتروني، لاحظ الصورة، أوكي. هذا تأثير الإفكت، أخذنا هذا النورمال اللي هي إيزوتونيك، لاحظ هنا هذا طبعا حفظ تحفظه إفكت أوف ووتر أون ريد بلاد سيلز، تحفظوا هذا رسم كله تحفظه، أوكي. واضح طلاب؟ الصور واضح، الصور واضح، اتصور واضح، اوكي. اكو اي سؤال اللي هنا أنا؟ اكو اي سؤال تعليق؟ واضحه. هذه الصورة اللي الطلاب يقولون الصورة راحت، هذه هي الصورة، هذه هي الصورة تكون دائما أجيبها بالامتحان، أحفظها نفس ما هي، أوكي. لخص لك الكلام اللي قلنا. هسه راح نأخذ موضوع كلش حلو اللي هي collides and colloidal dispersions اللي هي الغرويات. الغرويات الكولايد بصورة عامة هي matter containing particles of the size of clusters range from 1 to 100 nanometer. إذن الغرويات بصورة عامة هي الجزيئات اللي تحتوي أو المواد اللي تحتوي على جزيئات الحجم الأناقيد يتراوح من 100 إلى 100 نانومتر. Sometimes intermolecule attraction between molecules causes several hundred to several thousands of them to cluster together. The sides of these clusters range from 1 to 100 nanometer. اوكي، اذا هذه الكوليدات اللي او الغرويات تحاول دائما تسوي عناقيد الحجم مالتها من 1 إلى 100 نانومتر. Any form dispersions of collides in water is called collidal dispersions. اذا التشتت الغرويات collidal dispersion. This dispersion is similar to the solutions in that particles do not settle out on standing. However, a colloidal dispersion usually appears cloudy, and its particles are large enough to be photographed with the aid of an electron microscope. عادة الغرويات أو التشتت الغروي، التشتت الغروي عادة يكون عليه يسوي شكل عناقيد، فشكل العناقيد هذه يؤدي إلى أن يكون على شكل الغيمة،
اوكي كلودي يعني مضبب، كلودي يعني مضبب. زين هذه المصطلحات ايضا انت لازم تعرفها، اللي هي dispersed substance الماده المشتته، المشتته اللي هي the collide in the colloidal dispersions يعني الماده اللي هي مشتته. الله لا يشتتكم ان شاء الله. زين اما الdispersing substance اللي هي الماده المشتته يعني هي اللي شتت الماده. اوكي dispersed substance و dispersing substance اللي هي the continuous matter in which the collide is dispersed يعني هي المادة اللي تسبب تشتت الغرويات. okay dispersed dispersing dispersed هاي أيضا تجي عادة بالتعاريف okay بالامتحانات يعني. The dispersed and dispersing substance can be liquids, acid, can be liquid, salts, or gases. They can combine in 9 different ways to form colloidal dispersions containing 2 compounds. Only 8, مثل ما تذكرون هذا جدول مشابه لشنو الشطار الحلوين كانوا بالبداية يدرسون. Only 8 of these 9 possible combinations are known. A mixture of 2 gases cannot be colloidal dispersion because the particles of the gas are individual molecules. تلاحظون هذا الجدول مشابه للجدول اللي اخذناه اللي هو عندنا الكومبينيشن مال الانواع حالات الماده. تذكرون عندنا 3 حالات الصلبه والسائله والليكويد والميكستشر اللي بيناتهم اللي سويناها. فنفس الشيء هذه بالنسبة للدسبيرت، لكن عندنا هي زين هي 9 وعندنا 8. ليش هو قال 9؟ على أي أساس قلنا 9 على السريع؟ أتصور هم ذكرناها. ليش هو 9 ويقول لي بس 8؟ زين 9 من جاب هذا الرقم؟ سؤالي هو 9 هذا الرقم العدد من جابه؟ ثلاثة في ثلاثة عندنا 9 حالات من التكرارية، عندنا 3 حالات مادة، فالاحتمالية نسميها الاحتمالية، صورة خطوها بالرياضيات. فالاحتمالية كل ثلاثة احتمالية ترتبط بثلاثة، يعني كل مثلا عندي سولد احتمالية ترتبط سولد وسولد وكل سولد وليكويد وسولد وغاز، فهذه هي الاحتمالية. اوكي ليش عندنا بالطبيعة موجود كرقم عندنا بس 8؟ ليش؟ لأن عندنا الغاز مثل ما قال ما ممكن أن يكون على شكل collidal dispersion. ليش؟ لأنه دائما جزيئات الهواء أو جزيئات الغاز تكون عادة بطريقة منفردة. As the molecules are from the clusters, the gas changes to a liquid. The 8 types of collidal dispersions are given in table. رجعنا على التابلات. تعرفوني أني أعشق التابلز. هذا تابلز also like your names. مثل اسمك تحفظه. هذا قلنا أول ما نحفظ شلون نحفظ التابل. أول شيء أحفظ عنوان التابل. هذا تابل أحفظه examples of colloidal dispersions. أوكي؟ تحفظ الأعمدة شلون؟ عندي dispersed و dispersing. Dispersed substance قلنا المادة المشتتة. المشتتة يعني واحد شتتها، بينما dispersing substance المادة المشتتة يعني هي اللي شتت. اوكي والاكزامبل عندي الغاز الليكويد، المثال عندي الضباب والغيوم، السولد غاز عندي السموك اللي هو الدخان، لاحظ الغاز وبي بعض القطع من الغاز، ليكويد عندي الفيوم اللي هي الرغوة والويبت كريم الكريم المخفوق، أيضا عندي ليكويد مثل الميلك ليكويد بليكويد. إيه عندي ميلك، إيه الميلك مشتت لأنه مو كلير، بي ليبيد بي بروتينز بي فيتامينز بي واي شغلات لذلك، والبتر اللي هو شنو الزبد. أيضا عندي سولد بليكويد اللي هي الأصباغ والسمك والسولد وإكسترا. اوكي هذا ايضا تحفظه مثل اسمك.
مو قلنا ليش اكو محمد عباس جابر ظاهر ما مركز ويانا ماما، قلنا من البدايه ليش ماكو غاز بغاز، قلنا لان جزيئات الغاز عاده تكون منفرده، يعني الاكسجين لاحظ جزيئات الاكسجين هو موجوده ما ممكن تجي مع بعضها، والنيتروجين والH2S والCH2CH وجزيئات مكونات والنيتروجين N2 جزيئات تكون منفرده، لذلك ما ممكن ان يصير غاز. Okay, many compounds of high molecules weight in living system forms a colloidal dispersion rather than solution in water. Starch and protein are example of such compounds. أدي أكيد الستارج والبروتين هي بعض الأمثلة. If collides, سؤال عندي يقول لك يلا بما نعتبر أصلاً أنتوا already المحاضرة يمكن. فعندي سؤال. If collides are clusters of molecules. إذا كانت الغرويات تعمل على شكل أناقيد يعني تجمع الأناقيد. Why don't the clusters increases inside until they get large enough to settle out? ليش ما تتجمع هذه حتى تصير كتلة واحدة؟ مو إحنا قلنا الغرويات عادة تسوي أناقيد. زين هذه الأناقيد ليش ما تتجمع ظل أنقود مع أنقود إلى أن تكون حجم كبير؟ الجواب هو هنا موجود. يقول لك the reason is that the particles in most stable colloidal dispersions all have the same electrical charge. كلها شنو تحتوي على نفس الشحن الكهربائية. These charge can be caused by adsorptions of ions to the surface of the particles or the large particles themselves can be charged. يقول لك السبب ذلك أن الجزيئات عادة الموجودة بالصيغة الغروية عادة تحتوي على نفس الشحنة الكهربائية أو الشحنة الكهربائية عادة تمتص وتكون على السطح اللي هي على سطح الجزيئات or large particles themselves can be charged أو هي already الجزيئات نفسها تكون مشحونة. كنتيجة لذلك the particles بما انه هي مشحونه هي الجزيئات الكبيره مشحونه نفس الشحنه الكهربائيه شو اتوقع اذا as a result the particles ripple تنافر each other and cannot form particles large enough to settle out. نتيجه التنافر بيناتها فما راح تكون الجزيئات راح تفهمها اكثر بهذا الشكل. لاحظ يقول لك ليش الجزيئات الغرويه ما تسوي عناقيد كبيره الحجم ليش عادة لاحظوا الجزيئة عندي نهاية موجبة نانبولا دائما تكون بالتيل اللي هو نانبولا نانبولا غير قطبي والقطبي عادة إلى الخارج فعادة عادة الجزيئات الغير قطبية تكون إلى الداخل و تكون الشحنة مشحونة إلى الخارج فالمشحونة إلى الخارج اللي هي مشحونة بالشحنة السالبة شو راح تسوي أكيد راح تجيب تسحب شحنة موجبة هذه كلها صارت شحنة موجبة أوكي دائما النانبولا إلى الداخل inside والبولر outside فترتبط زين هاي موجب وهكذا هاي جزيئة واحدة جذبنا الجزيئة الثانية لاحظ إنه هي the same charge إذا راح يصير repulsion راح يصير تنافر مع بيناتهم راح يصير تنافر بيناتها راح يصير هنا تنافر هنا أنا عندي جزيئة هنا أنا جزيئة نفس الشحنة لذلك ما ممكن أن تسوي لي كلاستر عناقيد أكبر. Other collides are stabilized in water by the action of the third substance called an emulsifying agent. هسه قلنا إحنا شنو قلنا؟ قلنا انه بالمحلول المشتت او المحلول الغروي راح تكون ريبلز متنافره مع بعضها البعض اوكي متنافره مع بعضها البعض وانا تعرفون احنا ما نبقى يعني متنافره سوات فاني حتى احل هاي المشكله ايش لازم اسوي لازم اضيف عامل اخر اسميه عامل مستحلب اللي هو اميلز Emulsifying agent, emulsifying agent اللي هو العامل المستحلب هو راح يستقر بالووتر شوف ايش راح يسوي هذا هو اللي راح يكون
يمنع هذه التكتلات. An example حتى نفهمه أكثر هو mixture of oil and water. The oil is immiscible with water. أكيد نعرفها أن الأويل ما يمزج مع الماء. However, if we add soap, صابون, الصابون to the mixture, the oil is emulsified by the soap. إحنا عندنا mixture يتكون من الأويل اللي هو الزيت والووتر اللي هو بولر ونون بولر. فإحنا تذكرون إنه إحنا immiscible نون بولر اللي لايك ديزولف لايك فما راح يذوبون مع بعض. فحتى يخليهم يذوبون مع بعض أو يمزنجون مع بعض لازم أضيف فاكتور آخر أسميه عامل استحلاب. بهذا المثال هو الصابون. الصابون هو راح يكون emulsifying agent اللي هو العامل المستحلب. إيش راح يسوي الصابون؟ إيش راح يسوي الصابون؟ لاحظ الصابون إيش راح يسوي؟ The soap breaks up the oil into small drops. إحنا قلنا شوف الستركتشر هو جزيئات كبيرة. لاحظ هنا أنا جزيئات كبيرة ودائما النون بولر inside والبولر outside وسوى لكن هنا إيش سوى الصابون؟ الصابون ما عجب الوضعية فلازم شو يسوي؟ يكسر جزيئات الأويلز into small drops. The soap molecules form a negatively charged layers on the surface of each oil drop. لاحظ أول شغلة سواها الصابون شتوي كسر جزيئات الدهن أو الأويل أو الزيت إلى جزيئات صغيرة. بعدين سوى لانطاشحنا سالبة layer negatively charged layers on the surface of each oil drop. This causes the oil drops to ripple each other. من خلاش انطاشحنا منطقة هو non-polar هو أصلاً ما مشحون صح لو لا هو ما مشحون الأويل فجاء الصابون انطاشحنا على السطح منقسمها أول شيء جزيئات انطاشحنا على السطح من انطاشحنا على السطح صار تنافر كلها انطاها شحنة موجبة أو سالبة هذه الشحنة التنافر أدت إلى تفكيك الأويلز. This causes the oil drops to ripple each other and they disappear disperse throughout the water. لذلك الشتتة في داخل الووتر. واضح؟ إذن دور السوب أو الصابون بهذه الحالة بالنسبة للأويل كسرها إلى جزيئات انطاها شحنة بعد ما انطاها شحنة من انطاها شحنة هاي تنافرت إذن شتتت الأويل. خلصنا بالنسبة للأملسفاين ايجنت. هم نرجع ونقول هاي شو نستفاد من عدها شو نستفاد من عد أنا أقول لكم شو نستفاد من عد. بالنسبة لتطبيقاتها في داخل الجسم شغلة كلش مهمة ونعرفها كل زين. البارحة نزلتها على جوجل كلاس روم الفيديوهات عندي الموجود في داخل الجسم بايل سولت. بايل سولت اللي هي أملاح بايل تعرفون هي an another example of an emulsifying agent. These salts break up the fats we eat into small globules that can be more effectively digested. انتبه على هاي الشغلة. احنا استخدمنا الصابون بالحالة الاعتيادية لجزيئات الأويل. تطبيقها في داخل الجسم شنو؟ تطبيقها ان املاح بايلز هي راح تكون عامل مستحلب emulsifying agent inside your body. أيضا هاش راح يسوي بايلز break up the fats اللي هي الدهون we eat into small globes إلى كريات صغيرة اللي يمكن حتى effectively digested حتى يمكن من عملية الهضم بصورة أسهل. طبعا the fluids of living system are complex because char of collides and dissolves ion and molecules. The behavior of these fluids in the body is vital to life. A particularly important properties of these fluids is dialysis. عندنا التطبيق الامليسفايد agent في داخل الجسم هي املاح بايل. املاح بايل مثل ما تلاحظون أنه أدت إلى تفكيك جزيئات أو المكونات الغذائية الفاتس اللي إحنا نتناوله إلى كريات أصغر. أيضاً من يكون كريات أصغر إذن عملية الهضم تكون
أسرع. لذلك تلاحظ أن الدهون عند تناولك للدهون عملية الهضم شوية تكون أصعب. ليش؟ لأن يحتاج لوقت أكثر لعملية الهضم. ليش؟ لأن الدهون ما تمتص بسرعة فنكسرها وتمتص. أوكي؟ واضح؟ موضوع كلش مهم حقيقة وحلو اللي هو dialysis and living system. احنا قلنا اي شيء ناخذه داخل ناخذه بالصيغة الكيميائية ويعني اساسه الكيمياء وبعدين نشوف تطبيقاته في داخل الجسم. بالنسبة للأوزموزيس قلنا red blood cells واخذنا اخذنا ايضا ال شنو ذكروني ال red blood cells واخذنا ايضا البايلز البايلز الدياليسيس اند ليفينج سيستم. ان اسموتيك ممبرين allows water molecules but not solute particles to pass through. راحوا تتذكرون احنا قلنا الاسموتيك ممبرين راح يسمح فقط بجزيئات الماء بالدخول والخروج بداخله بينما ما يسمح للجزيئات المذيب السوليوت لباس ثرو. يعني قلنا جزيئات معينه ان اسموتيك ممبرين allows water molecules زين بالدايل الدايلايزنج ممبرين لاحظ ممبرينز are membranes that allow small molecules and ions to pass while holding back large molecules and colloidal particles. Plasma membranes are example of such membranes. The dialysis membrane, هنا تختلف, allows small molecules and ions to pass while holding back large molecules and colloidal particles. Plasma membrane are example of such membranes. لاحظ عندي the selective passage of small molecules and ions in other direction by a dialyzing membrane is called dialysis. إذا dialysis لازم أستخدم هناك osmotic membrane. هنا عندي selective passage of small particles and ions in either direction. زين. The dialysis different forms dialysis differs from osmosis in that osmotic membrane allow only solvent molecules to pass. بالosmotic membrane فقط يسمح للجزيئات السولفنت من المرور بينما بالدياليسيس راح يسمح لي بالايونات وبعض الايونات طبعا حسب السايز بعض الايونات والجزيئات بالاضافه الى جزيئات السولفنت من المرور خلالهم. اوكي لاحظ عمليه الديليزر راح تكون بالشكل التالي. لاحظ عندي عمليه الديليزر هنا أنا جزيئات الماء الموجوده عندي. اول شيء احنا نسميه هنا الكي طبعا اكيد هذا رسم هذا الرسم حفظ مع dialysis operators dissolve molecules and ion pass through the dialyzing membrane but collides do not. لاحظ أول تجي هنا أول شيء شوف الرسم هنا يسموه الكي اللي هو المفتاح حتى تعرف شنو الشغل. هذه الجزيئات السوداء سميها مولكولز جزيئات. الإشارات السالبة والموجبة هي عبارة عن أيونايدز. الشكل البيضوي الأبيض هي كولايدز اللي هي الغروية. بالدياليسيز أضع هذا عبارة عن غشاء لنفرض بأنه أنيمال بلادر اللي هو يسمح بدخول جزيئات والأيونات بداخله بالإضافة إلى جزيئات السولفنت. dialyzing membrane أوكي كمثال وعندي pure water. أضخ من الأسفل أضع هذه تحتوي على جزيئات أيونات والسولفنت وغرويات أوكي في داخل البلادر. لاحظ عندما أضخ ماء في داخل نانا بيور من دخل الى داخل الماء ايضا ساعد على شنو نانا في الداخل عندي ايونات موجبه وسالبه ذواب لي شنو سمح بجزيئات الايونات بالخروج الى الخارج. ليش هاي ميزه الدياليسيس ممبرين يسمح بخروج ودخول الايونات
لكن الجزيئات الكبيرة مثل الكولايدلز أو الغير مرغوب بها ما سمح بخروجها. Exit of water containing dissolved ion and molecules. هذا إيش استفاد منها؟ استفاد منها مثل كلنا ما نعرف بالكيدني. في داخل الجسم عندي جهاز اسميه الكلى. الكلى هي عادة an example of organs in the body that use dialysis to maintain the solute and electrolyte balance of the blood. وظيفة الكدني كلنا نعرف في داخل الجسم هي المحافظة على تركيز الأيونات والإلكترونات في داخل الجسم. وخلي يسأل لا تصير الإلكترولايت متساوي ولا تصير التركيز متساوي. شلون؟ إذا ما سويها متساوي راح يصير عندي أوزموزيس، راح يصير عندي هيموليسيس أو كرياشن. فالكدني دائما تحافظ على التركيز متوازن حتى أو الأيزوتونيك حتى شنو؟ حتى ما يصير عندي لا تحلل ولا creations. Okay, the main purpose of the kidneys is to cleanse the body by removing the waste products of the metabolism and control the concentration of the electrolytes. إذا الوظيفة الأساسية اللي كلنا نعرفها للكيدني هي الحفاظ على هي تخلص الجسم من الأيونات والإلكترولايت الناتجة من عمليات الأيضية. عمليات الأيضية تناول الطعام تعرفون وهاي كلها أنتم أخذيها. فالفضلات لازم تخرج على خارج الجسم عن طريق الكدني فأي الأيونات الزائدة والها وتحافظ أهم شيء عندي على تركيز الإلكترولايت في داخل جسم الإنسان. The kidneys do this job very effectively. Efficiently. Okay. الكيدني تعمل على بهذه الطريقة بصورة efficiently يعني ممتازة أو يعني ترجمها أنت. Okay. بكفاءة عالية. زين. حوالي 180 liter of blood are purified daily. الكدني هذه قلنا لازم تخلص الجسم من عملية الفضلات عن طريق الدياليسيز حتى أتخلص من الفضلات وتحافظ لي على التركيز. إذا كان جسم الإنسان وزنه 68 لاحظ أنه 180 لتر عادة purified daily. Okay, approximately حوالي 99% of the total volume of proceeds is returned. 99% من المنقى راح يرجع إلى داخل الجسم، لكن فقط 1% is eliminated as urine. The part of the purification of the blood occurs by dialysis. جزء من هذه التنقية أو التصفية تحدث عن طريق الدياليسيس. والله بنزلت لكم على الجوجل كلاس روم فيديوين عن الدياليسيس. أتمنى تروحون تشوفوها على الجوجل كلاس روم. حاولوا عادة محاضراتكم تعتمدون عليها من جوجل كلاس روم وليس عن طريق الجروبات. حاول تدخل جوجل كلاس روم تشوف المنهاج تشوف الفيديوهات اللي دائما أخلي لك إياها، لأن عادة المادة التعليمية أو الفيديو يغني عن هواية من الشرح وأكو ديتيلز يعني هي ما مطلوبة منك بس ممكن أن تشوفها. من تشوفها راح تتوضح لك الصورة أكثر بصورة أكثر. واضح؟ أتمنى من عندكم أن ترجعون للجوجل كلاس. In recent years, kidney molecules have been built that purify the blood of a patient with a kidney failure. Each machine contains a series of these that are an effective dialyzing membrane. هذه الشرح موجود مالتها بالتفصيل بالفيديو يعني هو مو مطلوب عندكم تفاصيله بس انت لازم تعرف اكو جهاز اسمه جهاز الدياليسيس. اوكي لا سامح الله طبعا هو مو بالطريقه الاعتياديه انت تروح على هذا الجهاز لا سامح الله بس اذا صار عندك كيدني فيلر يعني فشل كلوي لا سامح الله راح تستخدم عملية أكيد كلكم سامعين بغسيل غسيل الكلى
تلاحظ من 3 ساعات إلى 6 ساعات حسب تقريبا 3 أيام بالأسبوع حقيقة عملية مزعجة. بينما سبحان الله رب العالمين تحدث هذه العملية بطريقة أوتوماتيكية وبدون أي يد بها في الحالات الاعتيادية. واضح طلاب؟ واضح؟ واضح؟ راح نعطيكم ريست 5 دقائق أو 3 دقائق إلى ونص. دكتورة بس اسمحي لي. نعم. أكو جدول اسمه comparison of the preparator. الصوت مو واضح يمي. أين؟ نعم دكتورة. دكتورة أكو جدول قبل الديلزز. أكو جدول. أي أنواع ال. هسا أشوفكم إياه صح. أي. ما شاء الله شطار أنتو. ما والله جاي دزوري على التليجرام هذا الجدول مطول. هذول الطلاب الشطار اللي أحبهم. ها؟ وينهم دقيقة؟ 11-2. لحظة دقيقة لا. هذول بس يحبون. عفية هذا الجدول صح؟ ايه نعم دكتورة. ايه عفية عفية هذا الجدول هم تحفظوا مثل اسمك. طبعا انتوا عندكم ريست 3 دقائق فهذا الجدول ايضا تحفظه مثل اسمك. عندي 3 أنواع من المحاليل وكل صفة عندي سولوشن اللي هي المحاليل اللي اخذناها كلايد الغرويات تنشنز اللي هو هذه ما اعرف شو اسمه شو تسموها انتوا قلويات شو تسموها بالله كل مرة اسألها رابط الحضور خلصت لا إذا خش طلاب مبقي هذا الجد قلويات والله هواي صار عندكم أسامي هواي عندكم أسامي هاي الجداول كلها تحفظوها ماشي. إذن عندي الصفات طبعا هاي تجيك دائما بالصح والخطأ بالفراغات دائما يقول لك practical size مثلا end collide is تكتب لي من 1 إلى 100 بينما بالسولوشن أقل من 1 نانومتر بينما suspensions more than 100 نانومتر الأبيرنس الوضوح يعني بالسولوشن clear cloudy يعني مضبب separation الفصل does not separate the solution ما نقدر لأن قلنا بالسولوشن هي chemically combined تذكرون تعريف السولوشن chemically combined بينما بالcollide so does not separated أيضا ما ممكن أن أفصله بينما بالرواسب الرواسب هذه أسميها هذه suspensions هاي القلويات وهاي الرواسب ذكرت من أنه separated or subtles أيضا بالنسبة للفلتر passes through filter paper بينما البقية أيضا collides passes through filter paper لكن هنا بال particles do not pass through filter paper. أيضا الأمثلة عندي solve solution start solution والمضي وفلتر. واضح صورة. شوية تأخذون ريست. دقيقتين تأخذون شوية ريست. بالنسبة للامتحان طلاب الأسبوع الجاي عندكم امتحان 6 مواد.